المباح أن ينظر إلى أمامه، المكروه أن يلتفت، والمحرم أن ينظر إلى أمامه. عندنا التفات بالقلب والتفات بالجوارح. نعم، هذا عندما صلى التفت ذهب إلى الله أعلم جوفي وصل. طيب له يعني حتى اذا التفت براسه التفات يسير على مكروه، التفات كثير محرم وقد يبطل الصلاه. اي نعم، هذا التفات الوليد. طيب شك في وضوءه بعد ان كبر تكبيره الاحرام، لا يلتفت لهذا الشك 99.9%. لا ولو خرج لأنه كبر عليه. ولو خرج. طيب وهو يصلي سمع صوتا من بطن صوت تقرب البطن. نعم. من الطعام الإخوان. لا يكفر. لأنه ليس منه أفضل. لا يكفر صوت من بطنه. لا. يقول لها قرقري ولا تقرقري فتح راعي. نعم. شك في ترك ركن بعد ان سلم، يعني هذا الاخ شك في ترك قراءه الفاتحه الثالثه الان بعد انتهى من الصلاه ابدا، شك في وسط الصلاة. شك في وسط الصلاة؟ يلتفت ولا يلتفت؟ ننظر قليل الشكوك يلتفت، كثير الشكوك موسوس. لا تفتح الله عليك. نعم. شك في وسط الصلاة. نسي قول رب اغفر لي بين السجدتين. نسي. يسجد السهو. تعمد ترك رب اغفر لي بين السجدتين. من الواجبات؟ انا لا ادري. من الواجبات لا ادري. صادق. باطل. فتح الله عليك. نعم. وجد الامام راكع. وجد الامام راكع. قال الله اكبر وركع تكبيره واحده. الله اكبر. صلاة صحيحة أم باطل؟ تكبيرة الإحرام؟ الله أعلم. لا صلاة من تكبيرة الإحرام. ركن. هو كبر قال الله أكبر وركع. طيب. تكبيرة واحدة. صلاة صحيحة أم باطل؟ إن نوى بهذه التكبيرة تكبيرة الإحرام فصلاته صحيحة. وإن نوى بها تكبيرة الركوع باطل. ما دخل في الصلاة أصلا. نعم. وإذا كبر تكبيرتين قال الله أكبر الله أكبر. صحيح. الله تعالى. طب لم يقرا الفاتحه وركع الامام تحسب له هذه الركعه؟ تحسب. نعم تحسب. تحسب. ما قرا الفاتحه رجل تحسب ان شاء الله. فتح الله عليك تحسب. نعم. طيب نسي تكبيره الاحرام نسي يا أخ ما تعمل. طب ماذا أسمع؟ هذا الأخ نسي تكبيرة الإحرام وتذكر في التشهد الأخير مع الإمام في صلاة العشاء. إيش أسمع؟ إيش أسمع؟ يعيد الصلاة من جديد. ماذا؟ لم يدخل في الصلاة أصلا. فتح الله عليك. نعم. طيب ما حكم تخليل اللحية؟ كذبة خطأ خطأ غير يا أحد يعني خطأ أسدنا نعم نعم إذا كان الخد لا خطأ
في الوضوء في تفصيل كثيفة سنة خفيفة واجب في التيمم لا تقريب في الاغتسال تقريب خفيفة وكثيفة أجلس توضأ مرة واحدة توضأ مرة واحدة يعني تمام واستنشق مرة غسل وجه مرة واليدين مرة ما عليك ماذا عليه أخي توضأ مرة نعم لا شيخ مقبول توضأ مرة مقبول ثم مرة فيه مقبول ثلاث مرة أربع مرة طالب مصر يعني السلطة إذا ما يتوقع أربع مرة ولا خمس طيب لكن هذا الأخ هو يقصد بجرين وجد على بجرين شيء من الطين غسل ثلاث مرات وبقي الطين فأزال على الطين بالغسل الرابع وما في إشكال لأنه هنا هذا ليس من باب التنظف نعم أي نعم إزالة ما منع وصول الماء إلى الله عز وجل اصبر هذا الأخ قال أنا ألتزم أن أتوضأ دائما ثلاث مرات هل يصح هذا؟ نقول لا النبي صلى الله عليه وسلم كان نوع توضأ مرة مرتين وثلاث مرات فإذا كانت قيمة الصلاة والوقت ضيق تتوضأ مرة هناك ساعة مرتين أو ثلاث مرات وعلى هذا تنوع بين العبادات صحيح؟ نعم ما الثمرة من التنوع بين العبادات؟ تخفيف على الأمة العمل بالسنة صحيح؟ المحافظة على السنة حتى لا تفقد وأنشط المكلف صحيح؟ يعني بعض الناس يقول أنا أسهل في صلاتي نقول طيب في السجدة الأولى قل سبحان ربي الأعلى وسبحان قدوس رب الملك والروح في السجدة الثانية سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده أيه. طيب لكن في مسح الرأس مرة واحدة نعم طيب هل النوم ناقض للوضوء؟ نعم لا فتح الله عليه لا غير ناقض للوضوء لكن هو ما ظن لخروج به فننظر نعاس قبيض ويسير ويشعر بنفسه فهذا وضوء صحيح لم ينتقض واذا كان لم يجب انتقض هو ما ظن لخروج به نعم صلى بعد السباحه نعم صلى دخل في اليوم وخرج وصلى صلاته صحيحة أم لا خطأ نعم لا خلو إن نوى إن نعم إذا نوى مع المنطقة والاستنشاء صحيح؟ صح؟ وإلا منه؟ نعم صحيح؟ طيب حين تطهير بول الصبي الذي لم يأكل الطعام غالب الطعام من المخففة مخففة خير مخففة ندخل نفع الماء فقط بول الجاري بول الجاري متوسطة غسل غسل جاي العصر زيارة النساء القبور كبيرة من كبائر الذنوب كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ترك تكبيرة من تكبيرات الجنائز الأربع ما لعب؟ العادي نعم؟ عليه العادي صلاة باطلة نعم طيب ما هو الفرق يقول بين الشرط والركن والواجب والسنة؟ ما هو الفرق؟ الركن والشرط الشرط خارج الماهية والركن داخل الماهية الشرط والركن
لا يقبل في ترك الشرط أو الركن لا جهل ولا نسيان ولا عمد. الشرط يمتد من أول عبادة لنهاية العبادة لابد. يعني الآن استقبال القبلة في وسط الصلاة انحرف عن القبلة صلاة باطل، في وسط الصلاة انتقض الوضوء صلاة باطل، والركن في جزء من أجزاء العبادة. إذا اتفق الشرط مع الركن في ماذا؟ فإنه لا يقبل في ترك الشرط والركن لا جهل ولا نسيان ولا عمد. واختلف الشرط مع الركن فأن الشرط خارج الماهية والركن داخل الماهية. الشرط يمتد في كل عبادة من أول عبادة إلى آخر عبادة، والركن في جزء من أجزاء العبادة. هذا علم سلف تقسيم جمع تفريق لابد لنعرف فرق الإشكال. ما الفرق بين الركن والواجب؟ لماذا قلنا الركن والواجب؟ لأن الشرط خارج. الآن الذي يلتبس مع الواجب مع الركن مع الركن لا يقبل في الواجب عمد ويقبل فيه جهل والنسيان خالص. السنة يقبل فيها الجهل والنسيان والعمد لكن خلاف الأول مفهوم. طيب تكتب لنا الاختبار توزع أواخر الليلة الحمد لله، وإن شاء الله غدا يعني بعد الفجر نبدأ بدراسة كتاب التوحيد إن شاء الله. تحضروا لنا الأبواب يعني تقرأ الباب مفهوم، وتذكر لنا فقط نريد يعني كل واحد يحفظ لنا باب باب فقط باب باب. من حقق التوحيد دخل الجنة وإن شاء الله. باب الخوف من الشرك فقط تستطيع سهل جدا مفهوم يا أخي فقط بس هذا هذا نريد منكم صعب اسم الباب يعني فقط فقط نعم يعني. ولو تحفظ الآيات طيب أحيانا تجد باب فيه آية واحدة حديث واحد فقط سهل جدا. طيب إلى غد إن شاء الله تعالى. الله أعلم.